بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي حبائي الغالين المتابعين، بداية الحديث وياكم اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أنا كنت اليوم مريح، لكن مر علي شخصية كوميدية وعشنا وياه، حتى الشباب هذا اليوم شافوه استانسوا، كانوا يشوفونهم صغار، لكن واحد شكله فيل، لكن دمه خفيف، دمه خفيف يا خلود، خلاص كفاية، شوف شوفون الشكل، عيل عود من الاخبار والهريس. انا سعيد بشوفك، انا سعيد بشوفتك انت يا خالد، وانت يا حبيب الملايين يا خلود، ويا حبيب الطيبين والاكلات الحلوه. دائما انا عند خلود من الشارقه ومن دبي وكيف متابعه، والكتموت الحلوين دي اللي قاعدين يصوروا. نعم لا يصوروا، قولوا ايوه. لا ما اقبل. ايوه احلى مواطنين واحلى ناس طيبين واحلى اكلات حلوه عند حريه. وحتى كيف عرفت المطعم هذا؟ المطعم عسل والمطعم جميل وكتموته ولذيذ ويدغدغ الحواس. تعالوا جربوا في الورقه، حاضرين في الشارقة، حاضرين في دبي، وين الاماكن حاضرين في اي مكان. حريه موجود على القلب. دخنون اعطوا وعدة قوية. ايوه خلودي، هلا عيوني، تفضل. واليوم الشباب عندهم عزيمة، شباب اعطوا تحية ومناسبة. تحية يا اخي، صورني معاك عشان تتأكد. معاك شو رايكم في الحيدر بادي؟ حيدر بادي شو؟ انت مصور الشباب؟ اي نعم اصور. الحيدر بادي شو؟ شو تخيل؟ شو تبغى؟ انا اليوم جاي ادلع نفسي. ايشي بلاليط، كل شيء بلاليط. غدا الصباح وغدا، لا بلاليط نضربه زي الفول. يلا يا اصغر، حياكم الله. عندنا يا انس وعيد الذكريات. الله على راسي الساعة المباركة. هلا ومرحبتي من طبيعتي اني احب التجديد واحب الاستطلاع. شليت الاول يبوها يعني هذا حين الله. يلا شيلوا، شيل 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 شي مره، وبتشوفون اللوحه الجديده. يلا نكالو. شوفوا هذا المطبخ شغال، لكن في تغييرات، في تجديدات. احب الجديد يا أصغر والجديد حبه شديد. ها أحب الشيء الجديد. الله هذا الأول شلته، والحين بسوي شيء ما يحتاج بعد. عقب هذا ما بحطي حين. يلا نكالو. شيلوا، شلته بسوي شيء مرتب. نعم شلت الأولي. نعم أباخ ما هلا أبوي، حياك الله عيوني يا مرحب. يلا شيلوا الاول، ما با وبا شيء جديد. الله شلوه واليديد حبه شديد، يكسر الحصى ويذوب الحديد. نعم كل شيء جديد حبه شديد، الا الجديد، الا الموت، بس جديد ما بغاوي. يا عيني عليك يا محمد. أنا. يا حلاوتك يا محمد. يا ناس يا هو، انا ما بخلي ده حبيب الملايين. شو قلت لي عن الفيل؟ وحبيبي عن الفيل شو قلت؟ الاكل جميل. الفيل انا جيت لخالد هنا، الفيل يقول لك ما شاء الله ياكل طن ونص في اليوم وبعد شويه يدور. انا جيت ضربت 2 كيلو عيش مع الحاجات الحلوه، والله ارتحت نفسيا. بالعافيه صدقوني. الله يعافيك يا خلود. خلود حبيب الملايين، اكلاته طيبه ولذيذه، وتعالوا شوفوا وجربوا وذوقوا المذاع وقولوا لي تشتوش. ايوه بالعافيه عليك. وحن غيرنا اللوحة. الله نشوف اللوحة. غيرنا شوف اللوحة. ليش يا قالك الجديد
الجديد شديد؟ الجديد حبه شديد. ايوه يذوب الحص اذوب زمانك ونتشرق فيه. ايه حبيبي خالد هذا من سنين ويانا انتم. ايه اسمريك اليوم السمر يومنا. انتم احلى الناس الطيبين. الجاليه السودانيه لكن كلكم نصراويين. ايوه نصراويه. كلكم نصراويين. انتم اكثركم اكثركم نصراويين. المعجبين صوروا. والنعم انا اتشرف فيكم. أيوة. اتشرف الساعة المباركة. عيبت البرياني؟ حلو؟ علي صوتك. مرة بالعافية عليك. قول له ثاني سهلة. اتشرف فيك. حيدر بالي قلتي ولا شو قلتي؟ بالعافية عليكم نعم. شلو قالك الجديد. حبه شديد يكسر الحصى ويذوب الحديد. نعم هابا. سوي جديد ابو يدي شلو الورقه بس خالد الفنجان وين في الورقه وين؟ الورقه ايوه قول للناس دبي دانت الدنيا الورقه وقفت الورقه ومحل جميل وباركينات كوتوموتو نعم بالعافيه عليك نعم الله يعافيك سعد كوتوموتو مستانس شلو نزل مره ما شلنا ايه في ها الجديد وبالعافيه عليك نتشرف في زيارتك الى مطابخ خالد حرية. انا شو مستمرارية عندك ما شاء الله. حي الله بالعيناوي. بالعافية. دخل طال عمرك اللي فيه اصالة. انت ولد الاصالة. شوف الكلام الحلو. انت ابن الاصالة. إيه؟ وما يقول. ما يطبخ الطبخ غير ابوه. الله يطول عمره. ما تقول لي انت. ونحن نستعين. فينا زبون دايما. 40 على العين والراس حي الله بالعيناوي. 40 سنة انا بالعيناوي. انت ابن الاصالة. والاصيل عرف الاصالة طول الله عمرك. وانا سعيد بشوفتك. اسال الله يحفظك. وغيرت اللوحه سويت لكم شيء جديد. هي مره وقف قال حري على مالك ولا عشره من عمالك هي حتى على اللوحه واجف عليهم هي ما خليهم نعم وبسوي شيء جديد الجديد غير الجديد حبه شاكوتو موتو والله شلوه نزلوه يلا خلاص مطبخ يلا ودي يلا جاو 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 وحده يلا امي غير بدل شلوه ودوه هناك حطوه ابو نعم مره نعم هاي طبيعتي يعني ما كملت سنه في المحل لكن لا ابى التجديد ابى الشيء الراقي ابى الشيء الحلو لا يا لح ما بحرق الفيلم انا صبروا علي وعقب الطالع شو بيستون كان نعم هيه احب تجديد من حياتي جديد وبسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الغالين حبايبي المتابعين نسلم عليكم ونحييكم من وين تدرون وين وهذا نحن في البداير مطبخ حرية شوفوا هذا البداير جايين نتشاور عن الاشتاء الله يا زمانك يا مطبخ البداير شفتوا هذا مطعم ومطبخ البداير الشعبي الشتوي الموسمي لكن عاد الحين انا يا القي نظره يا هل شوف ايش جايله هذا اصبح موسمي نعم مطعم الموسم وما عندي من سنين ومنين ما ادري عاد احنا تشاور الحين نحن المشكله شو سووا لنا جسر عبور لكن جسر العبور حق العبور لكن نحن الحين مشكلتنا هاب جسر العبور شو بنقول عاد يلا بنشوف هذا جسر خذ اركب عليه والطالع انا من زمان ما جيت استوالي كم شهر يومية الدنيا متغيره والحياة متغيرة يا ربي صدق يوم قال طول العمر وشبع طماشة هذا بنشوف الجسر وين بيوديني وين بيجيبني أهلا شوف هذا الجسر يا رب حروح يصورني احنا مختلف هذا الجسر حلو وزين وفي مكان زين ومتجزأ أنا أكلمكم الحين من جسر العبور أحسني ما بجسر أنا البنت طوف قدامي شوف هذا الجسر هذا صور الشارع اللي يا بنت بنتي هذا الشارع اوكي
دخان وصور مطعم صور مطعم. هذا المطعم هذا المطعم ونزل. وبعدين تعال تعال بعد دور دور هذا الجسر حينه يلا نصور بين عام وحكم الجسر هذا طور وعملكم هذا المطعم صور المطعم بس لا المطعم عايز المطعم بس والموقع كامل ده. شوفوا حين تعال 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 صور سير هذا هذي يودي عمان هذي يودي عمان هذا هذا الشارع يودي عمان هذا اللي يودي عمان وهذا يبغى دبي. شوفوا تعال وين دوس قدام مش حد يصور وانت جاي وراي ولا بعد يعني كم بعد كم ولو بدا صور هذا الشارع هذا يا دبي يا دبي وها وين يودي حتى المدام زيارة خمسة نمشي ونطالع مكان زين البداير يعني في السياحة والعالم. لكن المشكلة الحين الجسر هذا الجسر للعبور بين المنطقة هاي والمنطقة الثانية. هنتكلم عن الجسر نتكلم عن المداخل اللي تدخلك حق المواقع التجارية ماشي. لازم انت جاي اتلف قبل الجسر ونزل اللي بيسرون حتى اللي بيسرون اعمال بيسرون هاد وينش درهم. خلينا ننزل هالصوت هذا هذا مو بجزاهم الله خير سووا دري وسووا هذا العادي يا اصحاب الهمم ما قصروا قبل اعمالهم يعني الله يرضى عليهم ويعطيهم الصحه والعافيه اللي قام بالعمل هذا الحلو لاصحاب الهمم. هذا تمشي والرياضيين دري لكن ان شاء الله جاي من الموسم وبنكون احنا عند حسن ظنكم وما لي غنى عن مطعم البداير. هذا جسر العبور من اروع ما سووه في الشارع هذا. بس المشكله حين عندنا نحن الدخل الشارع هذا محتاج الى دخله للموقع هذا صح. سكروا علينا الدنيا كلها الجسر هذا ما يبي عنه زين. شفتوا حتى اصحاب الهمم جزاهم الله خير سووه مكان ما عليه زول. الحمد لله رب العالمين ان شاء الله فاتكم طيب خلال الايام ان شاء الله هاي بنقوم إعادة افتتاح المطعم وتجديده وترميم الشعبي. نعم الناس تدور